أم الدرداء اثنتان كبرى وصغرى، وكانت الصغرى منهما عالمة، والكبرى أيضا كان عندها علم، والصغرى كانت عالمة وكانت فقيهة رحمها الله ورضي عنها. كيف كانت فقيهة؟ يعني نريد أن نقرأ ما وراء الكلمات. كانت فقيهة، زوجة عالم، زوج عالم وفقيه وعامل، كانت فقيهة. كيف كانت فقيهة؟ هل كانت تخرج تتتبع العلم من هنا وهناك؟ فأين حق الزوج؟ لا بد أن يكون وراء ذلك تربية العالم لأهله، وهذا نلحظه في كثيرين، أنهم إذا خاطبوا أهليهم لا يخاطبونهم بالعلم، تجد أن الناس يستفيدون منه العلم وعنده علم كثير وعنده خير وتوجيه، لكن إذا خالط أهله خالطهم بشأن البيت بالأكل والشرب وبحاجة الرجل وأشباه ذلك وبالذهاب والمجيء، لا يسوغ هذا. أولى الناس بأن تعلم وأن تقيهم النار أهلك، وإلا فلا تلومن إلا نفسك. أبو الدرداء كانت زوجه فقيهة، ولا بد أن ذلك كان من تعليمه لها ومن تفقيهه لها. إذا تحدثت معهم تحدث معهم بالعلم، تحدث معهم بالفوائد، تحدث معهم بحال الصحابة، تحدث معهم بما سمعت من أهل العلم، فإن في ذلك نقلا للعلم ونشرا له فيهم. قد يكونون أول مرة، يكون النساء والأهل يكون أول مرة يستثقلون ذلك، ثاني مرة، عاشر مرة يستثقلون، لكن إذا ألفوه لانت قلوبهم. وكما أنت تؤثر على غيرك مرة ومرتين وتؤثر عليه عشر مرار، فكذلك أثر على من في بيته بالكلام مرة ومرتين وعشر مرار. أما الذي يدخل ويخرج وهمه حاجة الرجل من أهله من أكل وشرب وحاجة الرجل من أهله، فهذا ليس بلائق ولا ينبغي، لأن المرء مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.